توم لا تلعب بأعصابي، أرجوك دلني وين الحاخام. قلت لك ما بعرف، كان عندي من شوي ومشي. طيب دلني على بيته. بدلك ما في مشكلة، بس فهمني شو في. ما في شي، تعبان وبدي ارتاح، فهمت هلا؟ لا ما فهمت. هذا شك موضوع جوزيف شي؟ ما بعرف. نتان صارحني، إذا في إشكال لازم أنا وياك هلا نهرب. طمن، مستحيل حدا يشك فيني أو فيك، بس أنا تعبان، أرجوك تعطيني العنوان بقى. تعرف بيت ماتولف؟ ايه. مريم هاي تاني ابري، يعني معقول ما ارتحتي؟ بطني عم يتقطع، كل ما الوجع عم يزيد. نفس الوجع العادي؟ ما بعرف. الولاد وينهم؟ هون، بدي اشوفهم. خليك قلبي، خليك. مريم انا بحبك كثير، قاومي قد ما بتقدري. ما بقى في فايده قلبي، اسمعني منيح، نفس كل كلمة بوصيك فيها هلا. إذا كنت بتحبني عن جد مريم، لا تحكي بهالطريقة. أرجوك تسمعني، لا تعذبني. هلا بيجوا الولاد، سيدي تحمي نتان، تتزوج إليه. مريم شو هالحكي؟ أنا بعرف إنه انتوا هالعلاقة من زمان، هذا الشيء ما ضايقني، بالعكس أنا حابة أطمن عليكم قبل ما أموت. إلين أحسن من غيرها. وين نتان؟ ما بعرف، ما أنا هون. لا تنسى اللي وصيتك عليه. يهودي التقى مع النبي موسى بأورشليم وقال له السلام عليكم. قام رد عليه النبي قال له الله يلعنك. قال له اليهودي ليش عم تقول لي الله يلعنك وانا اعمل لك السلام عليكم؟ قال له النبي لانه قلت لك وعليكم السلام راح تقول لي لوين رايح ومنين جاي، ومن كلمه لكلمه بدي اقول لك الله يلعنك، لذلك انا اختصرت الامور وقلت لك الله يلعنك. فهمت قصدي؟ الله يلعنك. ايه قوم ارجع لبيتك، بجوز يكون عندك شغل. قوم.